اهلا بكم مع الطبيب. دايما بنسمع امراض كتيره مصاحبه لبعض ومنها مرض السمنه والسكر. ايه علاقه يا جماعه السمنه بالسكر؟ هل السكر ممكن يجي لانسان بس حتى لو ما كانش عنده في تاريخه مثلا في العائله او حاجه وراثيه او تاريخه المرضي قبل كده جاله سكر واختفى؟ لا، مره واحده الانسان ده اتملى جاله سكر. طيب هل في عمليات ممكن تقضي عن السمنه والسكر؟ بالفعل في وعمليات ناجحه جدا وعمليات عامله انجاز كبير جدا مع ناس حلوه قوي، خصوصا ان العمليه مش بتخليك ترجع لورا، يعني انا لو عملت دايت ممكن امشي عليه شهرين ثلاثه هرجع تاني. اه ماشي، خد معرفش كبسوله ايه هتخسسك، هتسد الشهيه، انا معاك مفيش مشاكل هتسد لك الشهيه، ولكن انت هترجع بعد كام شهر اول ما تبطلها اضعاف اضعاف الوزن اللي انت فقدته. ايه اسرع نتيجه اوصل لها؟ هي عمليات تحويل المسار. تحويل المسار خصوصا الناس اللي عندها سكر، خصوصا الناس اللي اكلي سكريات. هنعرف النهارده بالتفصيل هل في انواع لتحويل المسار. بنسمع عن تحويل المسار الكلاسيكي، تحويل المسار المصغر، هل في حاجات تاني واي عمليه تنفع لمين؟ خليني بقى ارحب بضيف فقرتنا اللي دايما منورنا على يعني شاشه المحور وقناه وبرنامج الطبيب، دكتور كريم صبري، دكتوره الجراحه العامه ومناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات سمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، عضو كليه الجراحين الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور ومنور. اهلا وسهلا، خدنا عليك وخدنا على المعلومات الجديده منك وفي كل مره او في كل فقره احنا بنطلع بنتيجه اقوى. خلينا النهارده نتكلم عن ايه موضوع اصطحاب السكر مع السمنه، يعني ايه علاقتهم ببعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا تحويل المسار المعده هو علاج لمرضى السكر، وخصوصا ان السكر من النوع الثاني المرتبط بالسمنه. السمنه ايه علاقتها بالسكر؟ طبعا السمنه هي بتمثل 80% كسبب يعني للسكر من النوع الثاني. والحقيقه طبعا ده مشاركه كبيره، لان هو دايما السكر النوع الثاني هو الاشهر والاكثر انتشارا من النوع الاول. السبب الكبير قوي في السكر من النوع الثاني اللي هو السمنه المفرطه. لما بنعالج السمنه خلاص السكر بيروح. طبعا لان السكر دايما بيبقى في سكر من النوع الثاني بسببه مناعه انسولين. مناعه انسولين دي معناها ان البنكرياس شغال. أوكي. وان الانسولين بيطلع من البنكرياس وان السكر ما بيدخلش الخلايا، لان الخلايا فيها مناعه لدخول السكر عن طريق الانسولين المفرز من البنكرياس، وده سببه بكل بساطه السمنه المفرطة. علاج السمنة المفرطة أو إنقاص الوزن هو علاج لمرض السكر. الحقيقة إن تحويل مسار المعدة عملية قوية جدا في إنقاص الوزن، قوية جدا في علاج السكر. بتشتغل بكل الطرق لتخفيض السكر في الدم ووقف العلاجات بكذا طريقة، منها تقليل الإنسولين، تقليل مناعة الإنسولين عن طريق إنزال الوزن. نمرة 2، عزل الجزء اللي هو الكبير من المعدة، الاثني عشر، بداية الأمعاء. كل ده بيقلل تقريبا امتصاص 70% من السكريات والدهون، وبالتالي يعني تقريبا تلت الاكل بس اللي هو فيه سكر ودهون بيمتص، وبالتالي ده حمل كبير اتشال من على البنكرياس. الدوره الهرمونيه والاتزان الهرموني بيرجع مره ثانيه الى الجهاز الهضمي، بحيث ان البنكرياس يتشال من عليه الهرمونات اللي بتعطله من بدايه الامعاء، ونهايه الامعاء بتفرز هرمونات تنشط البنكرياس مره ثانيه، وبالتالي بيعاد الاتزان الهرموني ونشاط البنكرياس مره اخرى ما بعد اجراء عمليه تحويل مسار المعده، سواء الكلاسيكي او سواء تحويل مسار المعده المصغر او سواء تحويل مسار الاثني عشر. طيب حضرتك اهو ذكرتهم في الاخر، انا بقى كنت عايزه اسالك عنهم، ايه الفرق ما بين تحويل المسار العادي والكلاسيكي والمصغر؟ أنا كمريض سمنة عندي وزن زائد وعايز أعمل عملية، والدكتور نصحني بعملية تحويل مسار المعدة، هو إيه الفرق ما بين تحويل مسار المعدة الكلاسيكي أو المصغر أو تحويل مسار الاثنى عشر؟ تحويل مسار المعدة الكلاسيكي هو الأصل في جراحات السمنة، بس هو بوصلتين اتنين، هو بقى صعب جراحيا شوية على الجراح لأن بيبقى فيه وصلة زيادة. حلو. وده بينفع في بعض الحالات، يعني بيبقى فيه حالات ما ينفعهاش غير تحويل مسار المعدة الكلاسيكي. الناس اللي عندهم سمنة مفرطة وعندهم ارتجاع شديد في المريء، لو هتختار عمليه تحويل مسار اختار عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، لان هي بتعالج الارتجاع الشديد، وكمان يعني بتقلل الافرازات بتاعه الاتش سي ال او الحمض اللي هو بتاع المعده، وبالتالي بتقلل الحموضه خالص من المعده. ودي كان زمان بتستخدم اصلا لعلاج قرح المعده، وتستخدم لعلاج الالتهاب في المعده، وكان تستخدم لعلاج مشاكل المعده. عشان كده اي مشاكل في المعده شديده او
ارتجاع في المريء شديد يفضل اختيار تحويل مسار المعدة الكلاسيكي او ما تعملش حاجه، لان يعني انت لو عملت هتحسسني وكمان هتعالج الارتجاع. دي حاجه حلوه جدا، ده في ناس عايشه حياتها كلها حموضه، كل الحياه بالارتجاع يعني. ايوه بجد بيبقوا ناس بجد متعذبه ومش عارفه ايه الحل. ولو عمل تحويل مسار المعده المصغر هيزيد عليك بقى الارتجاع اللي هو الحمضي، هيزيد عليه الارتجاع المراري، وبالتالي الصمام اصلا ما بيقفلش كويس، فهتلاقي نفسك عايش بقى في لعنه الارتجاعات. ارتجاع حمضي وارتجاع مراري، هيبقى صعب جدا. والحل الوحيد هو تحويل مسار المعده الكلاسيكي. ده لو العمليه الدكتور اختارها غلط للمريض؟ يعني هو المفروض، من المفترض ان الدكتور بياخد او المراكز يعني المتخصصه بتاخد تاريخ مرضي كويس، منها تاريخ المرضي بالنسبه للمعده، وبناء عليه بيختار نوع تحويل مسار المعده اللي هو هيعمله. تحويل مسار المعده الكلاسيكي بنختاره كمان بعد فشل تدبيس المعده مثلا. احيانا ما يكونش في حل غير تحويل مسار المعده الكلاسيكي. النمره الثانيه بعد مثلا فشل حزام، بعد فشل تكميم والمعده صغيره، بنعمل برضو تحويل مسار معده كلاسيكي. فليها يعني الدواعي اللي هي بنستخدم فيها تحويل مسار المعده الكلاسيكي. هي الاصل في جراحات السمنه، هي الستاندردايز، هي يعني هي اقصى حاجه في جراحات السمنه، هي تحويل مسار المعده الكلاسيكي. تحويل مسار المعده المصغر، هو مصغر مش عشان هو صغير او تاثيره قليل، لا يعني الكلمه ملهاش دعوه خالص، هو مصغر فقط يقصد بيها علميا انه بدل وصلتين بقى وصله واحده بس، يعني هي ولا لكن تاثيره زي تاثير تحويل مسار المعده الكلاسيكي. اذا ما كانش في مانع من اجراء تحويل مسار المعده المصغر، اعمله عادي جدا، ده كويس، وده اللي منتشر يعني عالميا، لانه اسهل شويه، وصله اقل شويه، وعمليه قويه جدا. فمش معنى ان تحويل مسار معده مصغر ان يعني ده او لا يعني هو حاجه صغيره، حاجة صغيرة. لا هو ده يعني مسمى بس يعني. لا انا اقول لحضرتك بصراحه ان في معظم الناس بتيجي تقول لي اعمل لي تحويل مسار الميني، يعني هو لا هو مش ميني خالص، هم بيبدعوا كمان يعني. طبيا دلوقتي الاسم ده ابتدى يتمنع من المؤتمرات، يتمنع من الحاجات، بسبب ان الناس بتسوء استخدامه. اعمل لي ميني باي باس، اعمل لي الاوميجا لوب، يعمل لي الصغير يعني. لا ده مش معناه كده خالص. تحويل مسار الميني جاستريك باي باس هو تحويل مسار عادي خالص، زي تاثيره زي تحويل مسار الكلاسيكي، ولكن بوصله واحده بس. اوكي. وقلنا ان هو ما بيستخدمش في الناس اللي عندهم ارتجاع معده شديد بزياده، لانه احيانا بيعمل ارتجاع مراري ما بعد العمليه، فيبقى عندك حاجتين اتنين هيخلوا حياتك مش حلوه خالص. في عمليات يعني طبعا قررتها يعني الفيدرالية الدولية حديثا، زي تحويل مسار الاثنى عشر، هو مش مشهور عندنا في مصر، عملية قوية بس محتاجة شوية فيتامينز، هي عملية أقوى أنواع جراحات السمنة يعني. أوكي. أشد حتى من تحويل مسار الكلاسيكي والمصغر. تحويل مسار الاثنى عشر السيدس هي تكميم مع تحويل مسار، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، بس تحويل مسار ما بعد بداية الاثنى عشر بثلاثة سنتي. أوكي. وده يعني من اقوى العمليات تاثيرا في مجال جراحات السمنه، سواء انقاص وزن، ولكن بقى محتاجه حد عنده قدره يعني ان هو ياخد فيتامينز كويس، محتاج شويه بروتينات حلوه يعني ياخدها. يعني المريض اللي هو مش هيقدر ان هو يعني ماديا ياخد شويه المكملات الغذائيه ما بعد العمليه، يفضل ان هو ما يعملهاش، خصوصا عندنا في مصر احنا مش بنهتم قوي بالانتظام على الادويه، ربما يكون بسبب طبيعه الحياه اللي هي يعني ما فيهاش وقت للحياه، زحمه شويه. ايوه صح. فمحتاجين الحاجات اللي الواحد بيبقى جنبه الدواء او شنطه الدواء بتاعته وبيكسل او بينسى وبيبقى شايفها وناسي من كتر مشاغل الدنيا. الحياه فعلا. التحويل المسار يا دكتور، اول ما ابتدينا بيه من الاول، يعني اول ما العمليات جراحات السمنه ابتدت تتشهر، يعني في ناس ما كانتش بتعملها صح، يعني مش هنذم في حد، ولكن في ناس بقى قاعده بيها تعبانه، يعني على طول حالة قيء، على طول بيجي لها دوخة على طول. هل أنا ممكن أجي عند حضرتك تعدلها لي أو تصلح الفشل اللي حصل لي ده؟ طبعا دي مسؤولية مجتمعية، احنا بنرحب بأي حد عنده عملية. وأحيانا أنا أقول لحضرتك حاجة، ده مش بس العملية بتتعمل غلط، ده في عمليات ما بتبقاش كاملة. يعني احنا عندنا فيديوز بنعرضها في المؤتمرات لعمليات بندخل ان هي تحويل مسار وبنعملها اشعاعات، بنلاقيها عمليات مش عمليه تحويل مسار اصلا، ولا عمليه تكميم اصلا، ولا عمليه تدبيس اصلا، ولا يعني في عمليات العيان بيكون عارف ان هو عمل عمليه واحنا بعد ما بنفحصه بتطلع عمليه ثانيه خالص. يا خبر يعني خالص. حاجه ثانيه غير الواقع مش يعني طب يعني في طبعا يعني طبعا
بس بقى طبعا في الايام الاخيره ابتدى يبقى في تخصص لجراحه السمنه واضح، والناس بقى عندها وعي، والناس عندها وعي كويس بتروح في المكان الامن. صح. لكن طبعا احنا مسؤوليه مجتمعيه على كل جراح سمنه ان هو يصلح مشاكل السمنه السابقه. ايه المشكله؟ يعني واحد عمل عمليه تكميم معده ما نزلتش الوزن كويس، او ان هي فيها ضيق فيها التواء، لازم تتصلح. يروح فين؟ ما لازم يصلحه. اللي عمل عمليه مثلا تحويل مسار وعنده مشكله يتصلح. كل انواع جراحات السمنه يمكن ارجاعها يعني زي تحويل المسار، ويمكن تصلحها لو كانت فيها مشكله. الكلام مهم جدا، بس خلينا يا جماعه نخرج لتقرير وهنرجع نكمل كلامنا عن تحويل المسار بكل اشكاله. السلام عليكم، انا اسمي هشام زكريا حجازي، طبيب بشري. قررت اعمل عمليه تحويل مسار المصغر عند الدكتور كريم في يوم 15/4 السنه اللي فاتت، يعني بتاع 8-9 شهور. وكان وزني قبل العمليه 130 كيلو، ودلوقتي بقيت 87 تقريبا. وصراحه كان عندي السكر، وباخد انسولين وحبوب ثانيه للمرض ده، وكان عندي صعوبه في النوم والتنفس اثناء النوم، وكان صعوبه في الحركه وممارسه الرياضه والامور كلها بتاعت الهوايات والحاجات بتاعت الحياه اليوميه، بالاضافه للصعوبه في ايجاد اللبس المناسب والحاجات دي. العمليه دي انصح بيها اي حد في الظروف بتاعتي، ودلوقتي باكل كل اللي نفسي فيه، وباخد طبعا شويه فيتامينات من بشكل يومي او من ان لاخر يعني. وعندي نشاط زايد، رجعت لورا يعني 20 سنه تقريبا، وبقيت جسمي وصحتي كويسه بشكل عام، ووزني مناسب، وما عنديش اي مشاكل طبيه خالص يعني صراحه. ما باخدش غير فيتامينات بس. فانا شاكر جدا وممنون للدكتور كريم، وبنصح ان اللي عندهم نفس حالتي ان هم ما يترددوش ان يعملوا العمليه دي. التقرير اللي معانا يا جماعه او اللي كان معانا هو من اهم التقارير اللي انا عن نفسي بحب ان هو يكون موجود معانا. الحاله اللي كانت فيه هو دكتور هشام، يعني انسان اهو مثقف، انسان عنده وعي كافي، انسان عارف يعني ايه تخصصاتي، دكتور عارف يعني ايه ان انا يعني اروح اعمل عمليه وانا هبقى بحاله كويسه. متهيألي الحاله اللي معانا تخلي اي حد ما يخافش بعد كده، لان انا اكيد دكتور هخاف على نفسي. طبعا هو الجراحات السمنه طبعا ما فيهاش خوف ولا حاجه، هي الجراحات طالما اتعملت في مكان امن خلاص يعني بتحسن حياتنا. واحنا بنعذر الناس طبعا، لان في ناس واخده فيدباك سيئه شويه، لانه ربما يكون في تجربه سابقه سيئه. في ناس فعلا متعقده من جراحات السمنه لما فيها من مشاكل يعني بتحصل بسبب ان احنا بنعمل في اماكن يعني مش معروفه، بتعمل عمليات غير. احنا اصلا جزء من شغلنا دلوقتي ان احنا بنصلح مشاكل العمليات اللي حصل فيها فشل فعلا. بس يعني قبل كده زمان يعني، دلوقتي احنا قلنا برضو والله حتى الان يعني بيحصل فيه بنقابل حالات دلوقتي عندها مشاكل لسه بتتعمل في وقت قصير، يعني اسبوعيا يوميا بنقابل مشاكل طبعا وبنصلحها. لكن احنا عايزين بس نتقصى الامور شويه ونعمل في الاماكن الامنه لجراحات السمنه. والحقيقه والله فعلا في اماكن عندنا في مصر كتيره امنه كتيره جدا، في يعني عندنا في جامعه عين شمس اساتذه يعني على مستوى عالي جدا، جامعه القاهره، المنصوره، الاسكندريه، في اماكن كتيره جدا جامعات يعني كلنا كل الناس يعني عندهم ثقافه عاليه جدا ومراكز متخصصه كويسه، يعني الناس بس تعرف بس رايحه فين والامور بتمشي كويس. طب انا من هنا بحب اوجه رساله، لو انا رايحه اعمل عمليه يعني تحويل او تكميم، يفضل ان انا اروح لاستاذ دكتور؟ بكل صراحه انا مش بقولها كده عشان حضرتك استاذ دكتور يعني في جامعه عين شمس، بس خلينا نتكلم بطريقه الامانه، يعني يفضل يعني هل الترتيب ده ان انا دكتور يعني تخصص جراحه او استاذ دكتور بيفرق في الـ في الـ في الخبره؟ طبعا ديفنتلي، يعني في ناس بتبقى متعلمه في بره وجايه في مصر يعني دول مستواهم كويس، اساتذه جامعه يعني ناس طبعا على مستوى عالي جدا علميا، وفي ناس ثانيه مش تبع الجامعه وبقوا كويسين ومتعلمين كويس قوي.
هي ملهاش يعني طريقه تقييميه، لكن كلما علينا الجريد العلمي كلما كان الكفاءه اعلى، كلما كان النتيجه احسن 100% يعني 100%. انا بس مش عايز اشيل لحد يعني، لكن كلما كان يعني في برضه يعني دراسة ودرايه طبعاً. وتعليم، كلما كان النتائج اعلى واعلى طبعا مفيش كلام. الدباسات الذكيه اللي احنا بنسمع عنها هل بتستخدم كمان في تحويل المسار ولا تكميم المعده بس؟ طبعا بتستخدم في كل انواع جراحات السمنه وعمليات اعاده اصلاح فشل جراحات السمنه. طبعا دي كل التقنيات العلميه الجديده زي الدباسات الذكيه، الدباسات اللي هي الباور، الدباسات اللي هي الالكترونيه، كل دي حاجات لما احنا بنستخدمها بتريحنا اكتر، بتقلل مجهود على الجراح وبتقلل الوقت بالنسبه للمريض في العمليات، لان هي بتنجز فعلا في الوقت، ما بتاخدش وقت في التدبيس وتبقى يعني امنه تماما. ما بتحتاجيش ان انت تخيطي بعدها، تعملي طبقه دهون ثانيه لتقويه المعده. وقت العمليات بيبقى اسرع، اقل يعني نسبه نزيف واقل نسبه تسريب في العالم. فطبعا دي حاجه يعني لو في امكانيه لكل الناس تستخدمها طبعا امنه اكتر طبعا جدا جدا بالنسبه للنزيف والتسريب 100% طبعا. طيب انا عايزه يعني ادقق اكتر برضو على الفشل، فشل العمليات الجراحيه، ايه الحالات اللي ممكن تيجي عند حضرتك؟ كانت مثلا حد عمل لها عمليه وللاسف ما نجحتش والحاله تعبانه، ايه اصعب حاجه ممكن انت شفتها او انت ممكن تستقبلها؟ والله احنا بس اللي هي طبعا في نوعين من المشاكل بتاعت جراحه السمنه، اللي هي المشاكل اللي هي على المدى البعيد، ان واحد مثلا عمل عمليه وما خسش، او واحد عمل عمليه وزاد، العمليه نفسها بنقيمها وبتتصلح، دي ما فيهاش مشكله، دي بسيطه سواء تدبيس معده، تكميم معده، تحويل مسار. في مشاكل بقى حاده بس يفضل ان هي تشخص بدري، ان يبقى واحد عمل عمليه وعنده مثلا تسريب ومتساب، او عنده نزيف ومتساب، او عنده طبعا بيحصل، بيجي لنا الحاجات دي وهو مش واخد باله يا دكتور. بيبقى في سوء اتصال ما بينه وبين الجراح بتاعه، او بيبقى في يعني عدم اكتشاف للمشكله بدري، بيحصل منها كوارث. طبعا دي محتاجه تواصل كويس جدا، محتاجه يعني انا بس نصيحتي ان احنا ناخد اقصى فرصه في الاول بحيث ان احنا ما نوصلش للدرجه دي، وما بعد العمليه يفضل تكون على اتصال مباشر مع يعني الطاقم اللي عامل لك العمليه، المراكز اللي عامله لك العمليه، بحيث نبقى اكتشاف المضاعفات بدري، تصلح بدري، لان احنا بتعبنا فعلا ان احنا نصلحها لو جيت في وقت متاخر شويه. يفضل اي مشاكل في السمنه يفضل الاتصال بالمراكز بتاعتك بحيث ان انت تبقى على يعني اتصال مباشر وما تتاخرش. عندك الم شديد، عندك ترجيع جامد، عندك اي مشكله، اتصل بالمراكز بتاعتك بحيث ان هم عارفين ايه الالارم ساين. لكن المشاكل الكرونيك اللي على المدى البعيد يعني بتتصلح، يعني ما فيهاش مشكله. اوكي، لو انا عايزه اصلح يعني مفاهيم غلط عن تحويل المسار، زي ما يعني دكاتره بتقول ان هي طبعا بتقلل من الامتصاص، ففي اشخاص بقى بتقول كلام غريب كده ان هو انا جسمي مش هيدخله اي غذاء. طبعا انا عايزه اصحح المفهوم ده. لا، هو دايما بيبقى في المريض برضو عنده صح، يعني هو بيتكلم صح. يعني فعلا في عمليات بتعمل يعني بتقلل الامتصاص جدا، لان الجراح عاده ما بيعدش طول الامعاء، ما بيعرفش ان هو استبعد قد ايه وتبقى قد ايه من الامعاء، وربما تلاقي المريض عامل تحويل مسار وعنده نقص كالسيوم ونقص حديد ونقص كل الفيتامينز، وفعلا منهك. فعلا في عمليات بتعمل كده بسبب برضو عدم اداء العمليه بصوره جراحيه يعني صح. اوكي، دي موجوده، يعني المريض اللي بيشتكي فعلا من سوء امتصاص ما بعد تحويل المسار، دي موجوده لو اتعملت غلط، ومش موجوده لو العمليه اتعملت برضو مظبوط. هو ده بيرجع لكيفيه العمليه، طريقين اتنين، يا اما تعمل عمليه كويسه تنزل وزنك مظبوط ما يبقاش عندك مشاكل يبقى عايش مبسوط، يا اما تعمل عمليه تعيش حياتك كلها تعبان. فده موجود وده موجود، احنا لازم نحترم كل كلمه العين بيقولها، وكل كلمه لازم يبقى لها ترجمه طبيه. احنا مش دكاتره بطنه، يعني العلاج بتاعنا مش بالعلاج او بالتقييم بالانفستيجيشن زون، لا انا جراح، يعني انا ما عنديش وقت ان انا استنى على العين فتره كبيره. العين اللي بيشتكي ترجمته قدامي لها ترجمه في دماغي جراحيه، لان احنا شغلنا شغل جراحي، ما عندناش لكشر اوف تايم. في مشكله لازم تصليح. انا بشكرك جدا يا دكتور على المعلومات المهمه دي، ودايما نسمع عنك بالخير وبالنجاح. شكرا. ودايما كده اسمك اول ما بيتذكر معروف ان يعني نجاح عمليات جراحات السمنه والسكر على ايد حضرتك بيكون يعني من العمليات الممتازه واللي جايبه نتيجه حلوه جدا مع الناس. شكرا. انا بشكرك وبنشكر دكتور كريم صبري، دكتور الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، عضو كليه الجراحين الامريكيه. وانا كمان بشكركم، خليكم دايما معانا.